ما بعرف الاتصال من السيد كوراني. الو الو، من الاسير السابق موسى كوراني اللي كان عن جبهه النصره سابقا. تفضل استاذ كوراني. يسعد مساك استاذ جورج. يا هلا، مساء الخير، تفضل. ومساء ضيوفك. يا هلا. بس بحب اول شيء وجه سؤال لكارول معلوف. تفضل. اللي هي كل واحد عنده حريه التعبير، مثل ما انتم عندكم حريه التعبير، انا عندي حريه التعبير. من المعيب ومن الحرام انه هي تنتبه لشيء اسمه اعلام، وهي بتعرف ليه. اوكي. ايه ليه؟ كارول معلوف نحن انأثرنا ب 13/11/2015، وبتعرفني وقدرة فيي كارول، ما تهز براسها، شايفة؟ لا، عم بسمع نطرتك تتكفي، تفضل. عم بسمعك. عملت مقابلة مع شخصين كانوا معي بالأسر، حسن نزيه طه ومحمد مهدي شعيب، وحكوا بالتفصيل الممل عن وضعي بالوقت اللي كان وضعي جدا مأساوي، وكنت ما بين الحياة والموت. طلبت مبلغ مالي وتقول انه انا مش عم بحكي هالحكي مظبوط. مش صحيح. طلبت مبلغ مالي. من مين؟ طلبت مبلغ مالي. من مين طلبت؟ من اهلي عن وضعي. من اهلك؟ لأنا وين شفتهم لأهلك؟ من اهلي ومن حزب الله، طلبت هيدا المبلغ. لأنا وين شفتهم لحزب الله؟ طلعتي على ابني بعملتي معهم المقابله للشباب، كانت المقابله اكثر من ساعتين. عفوا، بس سؤال، انت عندك اي شيء بيثبت هيدا الاتهام؟ ايه، عند الشبان اللي عملتي معهم المقابله. لا انت، لحظه، عفوا، عملنا مونتاج للحلقه وانعرضت 58 دقيقه. لحظه، بس يقول لي الموضوع مش صحيح. ايه، بس يقول لي مين اسامي الشبان؟ رجع قال لي اسامي يلي انا عملت معهم المقابله. ايه، الاثير حسن. الاثير حزب الله هن قالوا لك انه انا طلبت مصاري مقابل انه شو اعمل؟ انه اعطي معلومات عن شو؟ عنك؟ لان انا شفتك. أنا شفتك. إيه، كيف بدي أعطي معلومات عنك إذا أنا عفوا سيد كوراني، بس عندي سؤال. أنا وقت رحت على إدلب شفتك إيه ولا لا؟ لا، ما شفت. ما شفتك. أنا وقت جيت على لبنان سألوني عن وضعك، شو جاوبتهم؟ ما بعرف، ما شفته. بقدر بس إلكم إنه الشباب سألتهم خلال المقابلة كيفه، قالوا لي منيح، قلت لهم على قيد الحياة، قالوا لي إيه، فقط لا غير. ما بقدر اقول شيء. انا ما شفته. انا الممل عن وضعي. انا ما شفته. طيب لحظه، يا استاذ كوراني، طلبت من حزب الله فديه ماليه كرمال تعطيهم كل المعلومات، وطلبت من اهلي نفس الموضوع. انا بتحديك وبتحدى حزب الله من هون، من هيدا المنبر، وبتحدى حزب الله انه يقدموا اي اثبات بيقول انه انا كارول. خليني اسمع. يا استاذ كوراني، انا ما شفته. لحظه بس، خليني اسمع منه. شو عندك ادله او اثباتات على اللي عم بتقوله؟ قل لي. الشباب اللي كانوا معي، ايه الشباب اللي كانوا معي استاذ جورج، واللي كان حامل دمه على كفه وبيروح بيحكي هذا الحكي وبيقول لي انا طمنت. هو طمن بالمقابلة. خليني اسمع. كارول، بدك تخليني احكي ولا بدك تخليني؟ تفضل يا استاذ كوراني، تفضل. عم اتهامات باطلة. طب الك حق الرد، بس خلينا نسمع منه شو. تفضل. ايه، تفضل. تفضل يا استاذ كوراني. طب بس تخلص حكي للست. تفضل. خليني احكي. تفضل. لا، تفضل. كارول، لو سمحتي خليني اسمعه. تفضل. ليش عم تتهمها؟ شو لك مصلحة؟ ايه، تفضل، كفي. ايه، تفضل. الشباب ما يعني ما في عندهم اي شيء ليكذبوا فيه علي. بعد ما اجوا لعندي على الزنزاني رجعوا سالتهم شو القصه وليش طلعتوا ولوين رحتوا، قالوا لي عملنا مقابله مع كارول معلوف. شو صار فيها للمقابله؟ قالوا لي القصه 1 2 3، وطمنا اهلك وحملناها امانه وتقول لا. اذا هي بتعرف شو معنات امانه تقول لا. قالوا لي حملناها امانه تسلم على الاهل فردا لحسن نزيه طه لمحمد مهدي شعيب ولموسى كوراني. هوليك الاخين طلعوا على الاعلام. ليش ما كانت تطمن اهلي؟ لانه ما اندفع مبلغ مالي؟ ليش بدهم يدفعوا مبلغ مالي؟ ما عندها انتماء وطني، ما عندها حس وطني. سيد كوراني، في اسالك سؤال. ليه بدي بس عفوا باحضان الجولاني؟ بس انا بدي اقول، انا بلا هالحكي ما له معنى. بس سؤال، بدي اسالك شغله. شو مصلحته؟ لا، انا بدي اقول لك، انا شو مصلحته؟ لا، انا اللي بدي اسالك، شو مصلحته انه يتهمك؟ شو مصلحه اسير محرر انه يتهمك؟ له مصلحه. قولي لي شو مصلحته؟ لانه طبعا ما كان بيناسب حدا ولا الحزب انه يبين في مقابله مع
اسرى ما بتناسب حدا. ليه ما ليه ما بينسبوا ليه؟ ما طلعتي ما عملتي المعادله، ما عملتي المعادله على على اذا بدي ابتز بموضوعيه بدي اطلب مصاري. لحظه اذا انا بدي اطلب مصاري، لحظه ما عم نسمع لا منك ولا منك. عملت المقابله بشهر وضع فتره انا الوحيد مع الله لسماحه السيد حسن نصر الله ولرجال المقاومه، هن اللي لهم الفضل الوحيد علي. طيب بقدر صار انا احكي؟ بس بدي ارجع انا عندي سؤال، ليش نشيل المقطع من المقابله؟ اي مقطع؟ المقطع موجود ما نشيل. هو انا سالته باول المقابله قلت له انت ايدك مكسوره موجوده طمني عنك. مقطع؟ لا 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 استاذ جورج بده هو يحكي وانا احكي. لحظة اي شو بدك؟ استاذ جورج في المقابلة 58 دقيقة في بتحضرها، وإذا بكون في تطمين 1% أنا بدي أطلع أعتذر منها لكارول معروف. إيه رح تعتذر مني؟ 58 دقيقة رح تعتذر مني، رح أقول لك ليه. أنا إذا في تطمين عن موسى قراني أنا بدي أطلع أعتذر منها قدام العالم. رح تعتذر مني. خليني أسمع، خليني أسمع. ليه بده ليه مصر؟ خليني أنا سألت. أنا مش مصر، أنا متأكد. إيه تفضل. 58 دقيقة إيه استاذ كوراني انا متاكد. ايه 58 دقيقه. ايه؟ بعد المونتاج هي الحلقه كانت عباره عن اكثر من ساعتين. بعد ما عملنا المونتاج صارت 58 دقيقه اللي انعرض منا. ما فيها تطمين ولا واحد. خليها تسكت الله يخليك يا استاذ جورج. لا انا سوري ما بسمح لك تسكتني. عم تفتري علي بقصص انت كارول محرر على راسي وعيني، بس ما فيك تفتري علي وعم تحكي قصص مش مزبوطة. ما بقبل. لا بعتذر منك كارول. لا كارول 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 فيك تسلمينا، فيك تسلمينا المقابلة، فيك تسلمينا المقابلة كاملة. لحظة موجودة المقابلة كاملة بدون مونتاج. جورج انا انا ما فيها سلمك اياها يا خيي. خليها هي جو يا بتوقف الاتصال. ايه يا انا فضل. انا ما بدي ما رح كفي. لا بدنا نستوعب بعضنا. انا يا فيك انا تسلمينا. لا ما فيك تفرضي علينا يا انت يا هو. بس يا جورج هو هل فينا نستلم منك المقابله كامله بدون مونتاج؟ ايه وبتحديكم كلكم. خلص انا مستعده اتحدى. لحظه بس يلي عم بيقولوا افتراء ورح اقول لك ليه. لانه انا ما حذفت شيء من المقابله. واحد هي فعلا كانت. طب ليه بده يفتري عليك؟ ليه بده يفتري؟ بس في حمله تشويه، وبقدر افهم انه هو كان في حرقه قلب عليه، لانه بوقتها ما كانوا عارفين اذا هو على قيد الحياه ولا لا. ولكن انا بتحدى هلا بتفوت على اليوتيوب تبعي على المقابله وبتشوف بالاول انا سالت، ويا ريت هلا اذا فيهم شباب في وقت يطلعوها تنشوف مين عم بيفتري على الثاني. انا بالمقابله سالته للشاب يلي كانت ايده مكسوره وعمر معروف، خليني لانه هيدا شيء كثير مهم، قلت له انت ايدك مكسوره؟ قال لي انا كانت مكسوره وعم بتصح. قلت له كان معكم شاب ثالث، فيكم تطمنونا عنه انه شو وضعه؟ هو الشاب بالمقابله بيقول لي انا بطمنك انه هو منيح وعلى قيد الحياه. وانا بالعلامه وقت رجعت على بيروت. نحن ما عم نحكي عن المقابله اللي على اليوتيوب، عم نحكي عن المقابله الكامله. هي هيدا 58 هي كامله. لا هي مش كاملة مش مجتزأة. 58 دقيقة هي الكاملة مش مجتزأة. بس عم بينقال انه لا مش صحيح. عم بينقال انه اطول من هيك، انه في ساعتين. انا مستعدة فرجيها لست مريم البسام. مستعدة. انا مستعدة وهلا على الهواء بقعد انا وست مريم البسام فرجيها الرو فوتج. هي احكي كلمة استاذ جورج. لا خليني كفي روق شوي بس. انا ست مريم البسام الي كل ثقة فيها. انا مستعدة فرجيها اياها لإلها كاملة، وهي بتحكم اذا انا حذفت شيء من الشباب يلي قالوه على الكاميرا ولا لا. وانا برجع باكد للي بيراجع الموضوع انه انا حطيت انه البارت يلي هو طمن فيه اهله، واكثر من هيك وانا لاول مره رح احكيها على الهواء لانه هذا شيء انا ما كان بدي احكيه. بس انا صار في باك شانلز بيني وبين حزب الله، وانا طمنتهم وما طلبت منهم دولار. وانا بتحدى حدا من قيادة حزب الله يقول انه انا طلبت منهم فرنك على اي معلومة او اي دولار. شيء مش من عم بحكي ما عم بحكي شو صدر بالاعلام. بس شو صدر بالاعلام غير موضوع. موسى كوراني هو موسى كوراني حزب الله وعم يحكي. انا عم بحكي عن القيادة. انا بدي اتوجه لقيادة حزب الله وبدي اسالهم بالمباشر ومن هون ومن عن هيدا المنبر. بتحدى حدا يقول انه انا طلبت دولار مقابل. في شغله صارت انه انا من بعد ما صار في تواصل من الباك شانلز بيني وبين حزب الله، في شخص عمل حاله انه هو وسيط حكى معي، قال لي وانا عارف انه هو منه وسيط،
من باب انه يعني قلت له اوكي انا بدي 200,000 دولار، بس انا كنت اوريدي حاكيه بالباك تشالنج. فاذا انطلبت يعني هيدا ما كان شيء رسمي. انا اول مره هيدا اول مره بفصح انه كان في تشانلز رسميه طمنت فيها حزب الله عن الأسرة. سالوني اذا شفته، قلت لهم لا، قلت لهم سالت عنه وقالوا لي انه على قيد الحياه، قالوا لي عندك اثبات، قلت لهم لا. وانا بتمنى على الناس يلي تواصلت معهم انه هن بقياده حزب الله يكذبوا. هل قعدتي مع حزب الله قبل المقابله؟ لا قبل ولا بعد؟ لا خيا هي تجاوب. لا قبل ولا بعد؟ لا بدي الجواب. هو بس عرضتي عليهم مصاري لحتى ما تعرض لحظة المقابلة. بس يعني في هيدا الكلام. كيف بدي انا اعرض عليهم حتى ما تعرض المقابلة؟ بس طلبتي هيدا المبلغ. كانت طلعت اوريدي، كانت اوريدي طلعت قبل ما طلعت. هل عرضتي عليهم؟ هي تم اجتزائها لسبع دقائق. مع مين قعدتي؟ مع ناس مقربين من الحزب. ما فيكي تعطينا اسم معين؟ اكيد لا. شو بتعلق موسى كوراني على هو؟ عم بقول انه انا ما قعدت. ايه شو بتعلق؟ اول شيء هي حاولت انه تعرض المقتطفات اللي بدها اياها من الحلقه اللي بتحسن. بس انا قبلت التحدي. اللي بتحسن أنا وجه جبهه النصرة. انا قبلت التحدي. وقعدت للاستاذ بحاضر ببرنامج بموضوعيه بعتقد من بيت عيد، زميلنا زميلكم بالان تي في بموضوعيه، وليد عبود بموضوعيه. نعم وليد عبود. نعم قالت له نحن ما اتفقنا هيك بالحرف الواحد. هي كان بدها تلمع وجه جبهه النصره انه هن عم بيقصوا لنا ضفيرنا وعم بيحممونا انا بالمقابل بالوقت اللي عمل لي عمليه نص العمليه كانت بدون دانج. هاي واحده. النقطه الثانيه اتحداها للست كارول معلوف اللي سقطت وطنيتها انه تعرض الحلقه كامله بدون مونتاج وتعرض الحلقه ب 58 دقيقه اللي هي انعرضت على اليوتيوب، واتحداها قدام الاعلام كله اذا فيها شيء بيطمن عن وضع الصحه. انا سقطت وطنيتها لكارول معلوف من زمان، وانا بدي من بعد ما يصير هيدا الشيء تطلع تعتذر مني قدام كل الناس. بدك تطلع. عفوا انت اسير وعلى راسي. ما دخل هذا الموضوع. اذا حكيك مزبوط. ولكن اذا حكي مزبوط بدك مش اذا حكي مزبوط. وست مريم البسام رح سلمها. انا رح سلمها الفوتج مثل ما هو. 52 انت بدك هلا تقول انه انت بتطلع تعتذر مني. كارول ما انت من شوي قلتي موضوع ال 200,000 دولار. من شوي قلتي هيدا شو؟ ايه هيدا انا في حدا انه ايه اوكي خد سكوب. يعني انا في قصه صار لك هيدا الموضوع صار لي كثير اخبار. بس انا عم بقول لك انه هيدا الشيء صار وما نجحت. طبعا بدي اعمل سبق صحفي. خليني مقابلة فوق المليون فيو على يوتيوب. لحظة خليني ردا على موضوع انه لما عرضت انه مستعدة انك تعطي المقابلة كاملة لزميلتنا مريم البسام. نعم. فالرد اجا من مريم بتقول مريم البسام بتقول انه هي بتصدق كل اسير تعذب وضحى وما عندي شك بكلام جاري ابن ضيعتي. بس تصير كارول مع ست مريم. ايه تكفي بس جواب مريم. يعني لحظة بس تصير كارول معلوف صحفية مش مأسورة للإرهاب بتقابلك. أوكي أنا حطيت ثقتي فيها دماج. يعني أنا بزعل إنه هيك إجا الجواب. بس كارول هون الفكرة إنه أنت دايماً الإدي بس دماج يعني هي خزلته مش أنا. موسى هي خزلتك مش أنا بدخلني. أنا عرضت عليها والكلمة الحق بترد على كارول معلوف. شو بدك من أسير؟ من أسير أنا حطيتوني قدام تحدي. أنا قبلت التحدي وما عندي شيء خبير. أوكي خليني أنا مستعدة all the way بالموضوع. حزب الله بشرفك وبشرف فرجيها. كان كل شيء هي ما بدها تشوفه هيدا خيارها. طيب شكرا لك موسى كوراني. الموضوع عندي يعني يعطيك أو خليك معنا موسى. وخليني انتقل لزميلتنا مريم البسام. مريم مساء الخير. مساء النور. مساء النور لجورج ولل كل الزملاء. يعني انا نقلت ردك مريم بس بقى نسمعه منك بالصوت بس مريم كمان. أنا لانه تكرر اسمي مرتين. إيه بس انا نسمع. انا زعلت انه انت هيك بتبيتي صراحه. انا كصحفيه يا كارول لما كنت عم شوفك عم بتقابلي الأسرة بهالطريقة المهينة لوطنك لبلدك لأسراك لشهدائك انا ما اعتبرتك صحفية. اعتبرتك جهة. اعتبرتك حدا مأسور.
أنا بوجه تحية لموسى كوراني ابن ضيعتي ابن ياطر جاري، وبوجه تحية لكل الأسرى اللي تعذبوا، للأمهات اللي بكيوا دم كرمال يرجع أولادهم، هودي أنا ما بفرط فيهم وما حدا يزج باسمي، أنا صحفية مهنية وطنية قبل كل شيء. بس ست مريم بشوف جورج سألني أنا قبل ما أشوف ما بيهمني ما بيهمني هو سألني إذا أنا دقيقة يا كارول أنا جاوبت على قد السؤال 58 دقيقة يعني ولا الحلقة كاملة ولا ناقصة، أنا انعرضت علينا الحلقة بهداك الوقت ورفضت استقبلها. مين عرض عليك عفوا؟ انعرضت علي ورفضت لحظة استقبلها لحظة لأنه كان في أموال ست مريم بس سؤال ما بندفع أموال لحظة لحظة بس عندي ما سؤال ما حدا يزج لا 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 لأنه أنا ما عرضت لحظة عفوا عفوا بس اسمحي لي انا ما عرضت عليكم انا ما شفتك اصلا وما بعرف بعرف بقى مين اللي عرض عليك بمقابل بمقابل مال ما شفت شو صار يا جار انا ما بقبل انا ما بقبل انه ينقال انه مريم البسام ممكن تفاوض على هذا الموضوع، لا فتت بالتفاوض ولا المؤسسه بتفوت بالتفاوض. بس ست مريم ما حدا عرضها على الجديد، انا ما عرضت عليكم صحفيا بلا انعرضت علينا مش صحيح. انعرضت على مين مين اللي عرض عليكي؟ انعرضت على ناس كتار كانوا لا هلا مش هيدا موضوع لا لا بلا هيدا موضوعنا عملي معروف انا مين اللي عرض عليكي؟ كيف الك قلب كيف كان إلك قلب تشوفي هالأسرة قدامك وكنت قاعدة مثل كأنك مدام تلة أو مدام أي حدا تاني إذا نحن عاملين هيدا الحلقة كيف كان إلك قلب أنا ما كنت بدي أطلع كارول لو ما انذكر اسمي مرتين لا لحظة أنا لو ما انذكر اسمي مرتين أنا عم بستشهد فيكي لأنه أنت صحفية كبيرة وبتفهمي وأنت يعني بالنسبة لإلنا قدوة أنا عم بستشهد فيكي لأنت شوفي الحقيقة إذا أنا بالنسبة لك قدوة أنا بقلك اللي عملتيه خلال فترة الإرهاب كنت مصنفة إرهابية مثلك مثلهم بس أنت ما سمعت الوالد والد الشهيد أنا شو حتى؟ أنا ما بميز ما بميز قاعدة عم بتدافع عنهم وعم يعني تقولي لهم تحطي لهم كلام بيتمهم للأسرة شو يحكوا وإنه ما تعذبوا وإنه لا لا منا صحافة هاي بس تصير صحافة بحكي معك ست مريم بس تصير هاي صحافة أنا بحكي بحترم معك أنا بحترم أما أنا بحترم رأيك أنا بحترم رأيك ورأيك على راسي أنا مني هون يعني بمحل إنه ناقشك لأنه أكيد أنت بتفهمي أكتر مني بكتير بس أنا اللي بدي بكل الأحوال أنا بدي أقول لك بس عملي معروف بكل بس الأحوال اسمحيلي. عم تلفن أنا بس بدي أقول لك إنه أنا ما كنت أبدا بمعرض إنه أنا لا أتواجه معك ولا مع حدا أنا الموضوع كان إنه أنا استشهدت فيك كون أنت يعني مرجعية بهيدي المواضيع لأنه جورج طلب مني إنه أنا إذا مستعدة سلم المقابلة بقى أنا قلت له إيه يعني أنا ما عم بفهم لوين بعد بدنا نروح بالموضوع أنا ما بحكم على قدي المقابلة طولة ولا عرضة ولا بحكم أنا شفتها للمقابلة بوقتها مجرد ما شوف منا دقيقة واحدة وشوف أنه نحن عم نهين أسرانا بهالطريقة بأسف أنه أنا أرجع كفة 58 دقيقة بكل الأحوال ما بدي طول عليكم عندكم حلقة برجع بوجه تحياتي لموسى ولكل الأسرى وشكرا شكرا مريم البسام ما بعرف اذا بعده معنا موسى كوراني بعدني معك على الخط انا بدي اشكرك على مداخلتك موسى بس بعد كلمه واحده ايه تفضل كلمه واحده لكارول معلوف بس كلمه واحده لكارول معلوف كانت المفترض بس طلعت المقابله او بتطلع تعمل مقابله للشباب بتكون حاطه براسها انه مفترض بس توصل لعندهم للشباب تنحني على اقدامهم لهو الشباب اللي عم بيطلعوا عم بيعطونا عز وشرف وكرامة وتنحني وتقبل لهم جريهم أو ما تطلع تعمل المقابلة كينا شكرا لك لك الست مريم عم بتشربهم شو بدهم يحكوا للشباب وهن فوق راسهم السلاح ليحكوا الكلمة اللي بدهم إياها وتحط بتلمع الصورة لجبهة النصرة شكرا لك موسى كوراني شكرا لك كارول معلوف فيني بس بدي أسأله سؤال ما عاد في وقت بدنا تختم لا بس بدي أسأله سؤال سيد كوراني أنت معنا بعدك على الخط ايه بعدني معك على الخط تفضل بس انا يعني بس للتوضيح انت وقت الشباب رجعوا بس افهم منك هن قالوا لك انه هن حملوني رساله لانا وصلها لاهلك هيك انت عم بتقول بس افهم ايه 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 بمصار هيدا شكرا موسى كوراني شكرا لك موسى كوراني شكرا كارول معلوف